كان ناس كتير جدا واقفه على محطه القطار مستنيه القطر ان هو يجي عشان تركب فيه. واحد واقف مع فتاه بيحبوا بعض وعايزين يقعدوا جنب بعض. اسره جايبه اكله حلوه وعايزه في الطريق تاكل جنب بعض. مجموعه شله شباب قاعدين وعايزين يفضلوا طول الطريق يهزروا مع بعض ويلعبوا مع بعض. وجه القطار والكل ركب في القطار، وفجاه طلع راجل كبير وقور، شيخ كبير وقور ولحيته بيضاء، عايز مكان يقعد فيه. حاول يقعد جنب الشاب والفتاه، قالوا له يا عم خنقتنا، يا عم انت ما عندكش نظر ولا ايه؟ انت مش شايفنا وشاب وفتاه وبنحب بعض، خنقتنا يا اخي. راح يقعد جنب الاسره، يا اخي انت ما عندكش نظر، هو انت بتفهم؟ انت مش شايفنا بناكل، يعني انت عايز ايه يعني؟ ولا انت جاي تتقل؟ راح يقعد جنب شله الشباب، انت شايف ان ما فيش مكان يا عم الحاج الله يكرمك؟ انت الوقت ضايقتنا كده وكده، الطريق هيبقى طريق خنيق وهيبقى طريق صعب، الله يكرمك روح شوف لك حته ثانيه. الراجل وقف محتار يركب جنب مين او يقعد فين. واحد قاعد كده راجل بسيط على قد حاله، قال له تعالى يا عم الحاج اقعد جنبي، نساع بعض طول الطريق ان شاء الله باذن الله بتيسير الله. وكانت المفاجاه حينما وصل القطار والكل نازل، يفاجئ ان ملك البلاد كلها وقاده الجيش في البلاد والوزراء ورجال الاعمال في البلاد كلهم واقفين مستنين الراجل الكبير ده. وكانت الصدمه المروعه للناس كلها لما لقوا ان الراجل اللي رضا يركبه جنبه اكراما لانه رضا يركب الراجل الوقور ده، خدوه معاه في القصر اللي هو نازل فيه، اكرموه الاكرام اللي الشيخ اكرمه، والكل واقف يا ريتني كنت ركبته جنبي. يا عم لو كان ركب جنبنا كان حصل ايه؟ قعدنا نقول خنقنا وقعدنا نقول بهدلنا، وفي الاخر يطلع له الوضع ده كله ويطلع اللي كان هيكرمه كان هياخد ده كله. هو ده نفس الوضع دلوقتي في التعامل مع الدين. ناس كتير دلوقتي بتبص للتدين ان هو خنقه، شباب بيبص للتدين دلوقتي ان هو ضد المتعه، مش هعرف اتفسح زي ما انا عايز واستمتع زي ما انا عايز، وضد الحب ومش هعرف ان انا احب واتحب. بنات بتبص للحجاب ان الحجاب هيخنق جمالي وهيخليني ما انطلقش في الحياه، والناس كلها تبص لي وتنبهر بيا، يبقى الاضواء متسلطه عليا. كتير قوي في المجتمع بيبص دلوقتي للتدين ان هو خنقه، ان لو التدين ده ما هوش في حياته هيقدر يعيش سعيد، يكسب فلوس من حرام او حلال مش فارقه، يتمتع بالنظر لحلال او حرام مش فارقه، يعمل اللي هو عايزه. ولكن يوم القيامه التدين اللي ناس كتير بصت له على انه قيد وعلى انه حاجه بتخنقهم، لما يفاجئوا يوم القيامه ان الحل الاساسي لجميع مشاكل الاخره انهم كانوا يبقى معاهم التدين ده، هيندموا قوي. لما اللي مرضاش انه يلتزم باوامر الله يشوف اللي التزم باوامر الله واللي ثبت على اوامر الله مفيش حاجه فتنته، مشهد صعب قوي. لما الاثنين دول يتقابلوا في يوم الدين زي ما ربنا قال مالك يوم الدين، يعني يوم الدين الزمن ده يقولك ده زمن فلوس، ده زمن شهادات، ده زمن وصايه، يوم القيامه ده زمن دين. اللي عنده دين يساوي واللي ما عندوش دين ما يساويش. يا خساره على اللي ظن ان حياه التدين حياه خنيقه، يا ندمه لما يوم القيامه يقول يا ليتني قدمت لحياتي